نانسي انا هسيبك كده 25 بيه، عايز ارجع عليك يا عائلتي وقلت كل حاجه. عشان تروح تنام في سريرك، ما عندناش بنات حلوه تنام بره. يا اما قسما بالله لا هلففك على مخبرين امن الدوله نفر نفر. اكتر في شيوط شويه عندهم كتاب، بس على الله بقى كل بتعرفي ترقصي. بس استعجليش، ها استعجليش. بابية استفدتي ايه بقى غير التهزيق؟ عاجبك اللي بيحصل فيه كده؟ اقعدي اقعدي. ما جاوبتنيش على سؤالي يا نانسي. سؤال ايه؟ انت ما تعرفيش الحقيقة؟ هشام بيه، هو ليه حضرتك مش عايز تصدقني؟ عشان انا بتعامل معاكي باحساسي مش بس بعقلي، وبجد انا زعلان منك جدا عشان خبيتي عليا معلومه زي دي، رغم ان انا جيت لك واديت لك نمرتي. على فكره اللي انا بعمله معاكي ده غلط، لو حد دخل ولقانا قاعدين دلوقتي انا هروح في 60 ده، بس انا عملت ده بس عشان اثبت لك ان انا مصدق في براءه ادم، وبجد عاوز اساعده، وبجد مش عارف اقول لك ايه. لو كنت قلتي لي المعلومه دي من بدري كانت هتفرق معايا كتير، انا وادم. عايز الحقيقه؟ يا ريت. الامريكان يحاول يتهجم عليا وادم هو اللي انقذني بجدعنه ورجوله، ولما حاولنا نهرب ضرب علينا نار وصاب ادم في كتفه. كان طبعا